جامعة أبردين في قطر، وبالتعاون مع مجموعة الفالح للخدمات التعليمية والأكاديمية، افتتحت عام 2017 في الدوحة فرعها الأول في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 1500 طالب. توفر الجامعة برنامجي البكالوريوس في اختصاص إدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل، بالإضافة إلى برامج تكميلية، وستمنح الشهادات من جامعة أبردين الأم، خامسة أقدم جامعة في المملكة المتحدة. التعليم هو أساس تقدم الشعوب، وهي نراه في أن أخذ حيز كبير من رؤية قطر 2030 تحت قيادة أميرنا المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ونحن كمجموعة الفالح التعليمية نركز على هذه الجوانب وعلى تقدم ونساعد، نتمنى أن نكون نساعد الدولة في أن نتوصل لتحقيق رؤية قطر 2030 إن شاء الله. دكتورة عائشة بن فالح آل ثاني، رئيسة مجلس إدارة الفالح التعليمية القادمة. الفالح التعليمية ابتدأت بإنشاء ثلاث مدارس تعنى يعني K-12، تعنى بالطفل من بعد سن الحضانة إلى أن الدخل الجامعة. واستكمالا لرؤيتنا طبعا افتتحنا جامعة AFG بالتعاون مع جامعة أبردين، وهي تقدم برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال وفي المحاسبة المالية. جامعة أبردين جامعة عريقة تمتد تاريخها إلى 500 سنة، وهي من أقدم الجامعات في العالم، وتعتبر من 1% من أحسن جامعات العالم. فوجودها في قطر مهم جداً، وكونها هي أول جامعة بريطانية تقدم درجة البكالوريوس في قطر في هذه التو ديسيبلينز يعني. والحمد لله استقبلنا حوالي 130 طالب، وسجل عندنا الآن للسنة الجاية حوالي 400 طالب، وحنقدم إن شاء الله درجة الماجستير والماجستير التنفيذي السنة الجاية بإذن الله. المستقبل إن شاء الله نحن في خلال سنتين حنطلع من مقر الجامعة الحالية، وحنفتتح أربع جامعات تحت مسمى AFG بالتعاون مع جامعة أبردين. ستعنى بمثلاً الميديسن، وحيكون فيها الإنجينيرينج، وحيكون فيها الإنسانيات الهيومانيتيز، ونتمنى أن يعني تكون تو هاوس حوالي 3000 طالب يعني في هذه الجامعة. من الأشياء أيضاً اللي مجموعة الفالح تتطلع إليها أنه تنقل تجربتنا في التعليم القطرية اللي هو الإكسلنس إن إديوكيشن، تنقلها إلى دول أخرى، وإحنا الآن بصدد أن ننقل هذه التجربة إلى بريطانيا، حيث نحن في محادثات مع أيضاً جامعة بريطانية أنه ننتقل إلى هناك ونفتتح مقر، وحنبتدي ببرنامج الماجستير التنفيذي والماجستير، وإن شاء الله ونتمنى أنه حيفتتح في سبتمبر، ونتمنى أنه خلال السنوات القادمة نفتتح كمان درجات البكالوريوس بإذن الله. أنا اسمي سعيد جاسم النصف، أنا كنت طالب في الجامعة الأمريكية في دبي، وكانت دراستي مستقرة، لكن في بداية الحصار اضطريت أن أرجع عن بلادي،
وجامعة أبردين كانت من أول الجامعات في القائمة الخاصة لي. فيوم من الأيام رحت أنا الجامعة، رحت أنا المكتب الخاص مالهم، سلمت أوراقي، وخلال تقريبا 5 إلى 4 أيام جاني اتصال وقالوا مبروك أنت مقبول في هذه الجامعة. فانضميت أنا إلى هالجامعة، والصراحة أعتبرها شرف كبير إني أنا أكون جزء من هالجامعة الراقية. اسمي محمد علي الأحبابي. قبل كنت أدرس في جامعة غرينتش في لندن، كملت فيها تقريبا 2 سنين. فمن سمعت عن جامعة أبردين افتتحت في الدوحة، وهي من أقوى الجامعات في أوروبا وصيتها مشتهر في أوروبا، طبعا من 3 أقوى جامعة من ناحية البزنس مانجمنت. فجيت واستفدت من هالفرصة وقدمت فيهم. كان الشباب ما قصروا في أسرع وقت، طبعا خلصونا الأوراق وقدمونا، وفي أقل من أسبوع طلع الأكسبت اللتر. حاليا أنا الحمد لله في السنة 3، إنزين، وإن شاء الله نطمح إن نتخرج منها بامتياز إن شاء الله مع مرتبة شرف. سويت اليوم في الكلاسات والدوام؟ والله كانت عندنا حصتين الحين، العادة تكون عندنا حصة واحدة، بس اليوم مستر راسل كان زايد حصة لأن علينا امتحان حق الأسبوع الجاي حق الإيكونومكس، فيعني معطانا يعني تعليمات مهمة حق الامتحان، شو الأشياء اللي بتكون موجودة؟ لازم تشد حيلك. وأنت شلون؟ والله اليوم عطونا كذا ريسيرش. أنا والله طموحي المستقبلية شيئين، أول شيء إني يعني أتخذ أنا العلم والتعليم كجزء أساسي في حياتي وليس بس بعد الجامعة، لأن التعليم شيء مستدام ما ينتهي. والحلم الثاني إني يعني أتبع أنا خطوات الوالد ويعني أوصل إلى مستواه إلى ما بأكثر. بعد تخرج إن شاء الله نتوظف إن شاء الله في الدوائر الحكومية ونخدم قطر ديرتنا ونرفع اسمها فوق إن شاء الله، زين، تحت راية سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني الله يحفظه ويديمه لنا إن شاء الله، وإن شاء الله أن نكون قد المكان اللي راح نكون فيه إن شاء الله. Okay guys, coming back to the project I was asking you to work on, okay, in your groups, before we go into the answers on the questionnaire that we were talking about earlier, what I want you to think about was what were the benefits of actually undertaking this exercise? What benefit did you get out of doing this, okay? So we'll take some notes. So what were the kind of benefits of actually doing that exercise? I believe it allowed us to improve certain aspects of the questionnaire. So it improved your current questionnaires, so that the work that you're doing for the other module, you're able to adjust that. So by doing this exercise, that's been helpful. Okay. It let us know when to use open and close questions in the survey. Okay. My name is Lauren Hunter, and I'm here in Qatar teaching at AFG with the University of Aberdeen. We are teaching on a business management program, and this particular session, this semester, I'm teaching business research methods. The importance of research for students doing business management at first probably is a bit of a challenge for them, but actually starting to identify where they would be doing research in business environment, doing projects, so it's important that they get a good base understanding of the topic, so they have lots of practice to do that. So giving you ideas about how you can get responses, so that's a critical one, because obviously if you're not getting responses, you're not getting data back in to analyse. So just one sec, let me get that down. Responses. Things that stand out in this campus, at the moment we are quite new, so we're quite small, but that has its advantages, because I'm a great believer also in things starting small, getting very good, getting very conscious of quality and standards, and that has given us a chance to do that before we come in and expand next year and continuing years. Thank you.
I'm Brian Buckley. I'm the principal of AFG College with the University of Aberdeen. And we opened the campus in September of last year. And a very successful student intake, 136 undergraduate students across two programs, two bachelor programs in business management and accountancy and finance. And we started with the first year students who are taught over four academic years, and also students with advanced standing onto year three who will study for two academic years. The University of Aberdeen is one of the oldest ancient universities in the United Kingdom. It's one of five ancient universities. It has a history of over 520 years. We're very proud that they've joined with Dr. Shaker Aisha and AFG College in setting up the first British university outside of Qatar Foundation in Qatar. The project is in two phases. Phase one is this very beautiful new campus, which opened last year, which will house up to 500 students. The plan is in 3 years' time, we will be moving to a purpose-built campus in Doha, where we will offer a range of undergraduate and postgraduate degrees from different schools of the University of Aberdeen, including the School of Business, the School of Engineering, also social sciences, possibly moving towards medicine and health. And we're planning to align the academic delivery of our programs with the University of Aberdeen in line with the Qatar 2030 vision, ensuring that we support the pillar of education, sustainability in education, and also helping to develop the knowledge economy within this region. One of the plans for this institution is that we want to encourage both students from this campus, and we have Qatari students, Qatari nationals, and expats. In fact, the vast majority of our students, interestingly, are Qataris. Over 64% of our students now are Qatari nationals. We are planning to allow those students to study in the main campus in Aberdeen, and also for students in Aberdeen University in the main campus to come and study here. So we'll do transfer programs for both students, because the programs that we're offering here are exactly the same degree programs that are offered at the main campus in Aberdeen. It's the same timetable, the same faculty, the same duration, the same subjects. So students can easily transfer from one campus to the other. So we can share cultures, we can share experiences, and we can also allow collaboration between the student body.